خلينا بقى نبدا يا كريم كده ونتكلم امبارح سريعا عن المباراه، وقبل ما نخش بقى في التفاصيل احنا مش هنحلل طبعا، احنا هنسيب ضيوفنا هم اللي يحللوا، لكن من رؤيتنا كده طبعا المباراه كانت في بدايتها لصالح مصر المقاصه زي ما احنا شفنا تحديدا الشوط الاولاني، تيجي بعد كده في الغلطه اللي حصل الميس باس من لاعب المقاصه ابتدى الاهلي هنا يستغلها، وزي ما بيتقال امبارح وزي ما كل المحللين والزملاء قالوا في البرامج الغلطه الصغيره قدام الاهلي خلاص، حتى الكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني بتاع مصر المقاصه هو قال ده تحديدا، وكان ليه اكثر من تصريح امبارح بصراحه كانوا مهمين جدا ولصالح النادي الاهلي، خلينا نقول كان منهم يعني قال ان الهزيمه وارده ولكن سوء الاداء هو اللي ما كانش وارد بالنسبه لمصر المقاصه، وتحدث ان في فرق كبير جدا برده بين لعيبه مصر المقاصه والنادي الاهلي، ولكن على كل حال الماتش كان جميل واستغل الفريق عندنا وموسيماني كمان استغل فكره هنا اللعيبه ووضعهم بالشكل الامثل والتغييرات اللي حصلت، وانت عايز تلعب تنزل اللعيبه كلهم، تجهيز محمد هاني، نزول كهربا، كان في امبارح حاجه محترمه على كل الاصعده بتحصل على ارض الملعب حقيقي. امبارح كان في شو كامل. أيوة. يعني ولو خدنا في الاعتبار كمان الكرات اللي ما اتحسبتش والاهداف اللي اتلغت عشان كانت اتحسبت ده لسه ملف بقى هنتكلم يعني نظري كانت هتبقى النتيجه اكبر من كده بكتير. على كل الاحوال الحاجه الاكيده انه كان فوز مهم جدا حققه النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه طبعا بنتيجه 4-1 زي ما حضراتكم عارفين في المباراه اللي اقيمت ما بينهم بالامس على ملعب الجيش بالسويس، وطبعا المباراه دي كانت هي من ضمن المباريات المؤجله، كانت مؤجله من الجوله 18 لبطوله الدوري الممتاز، قدم النادي الاهلي مباراه قويه جدا سريعه جدا، نجح في الوصول لمرمى المقاصه من خلال العديد من الفرص المؤثره اللي كان ممكن جدا ان هي تضاعف النتيجه، كمان تصدي قائم لراسيه قفشه في نهايه الشوط الاول والغاء حكم الفار لهدفين سجله محمد شريف بداعي التسلل، اهداف كتير جدا وفرص ضايعه كتير، الاهلي فعلا اثبت انه فريق تقيل واداؤه دسم بالمعنى الحرفي للكلمه، مبروك الفوز بهذه المباراه. هو بالمناسبه او الحديث او يعني ان انت ذكرت مشكله هنا الاهداف وكل شويه حاجه تحتسب وحاجه او جول لا يحتسب، هو بس انا كان عندي نقطه عايز اتكلم فيها، هو ليه امبارح لو انت لاحظت كل جول الاهلي بيجيبه لازم يروح للفار؟ يعني ما فيش جول كده يجي ويتحسب، لازم نرجع للفار، على عكس المقاصه مثلا اللي ما حصلش في الجول بتاع المقاصه، لكن يلا كل حاجه بتحصل الاهلي نرجع للفار، فده كان شويه بالنسبه لي انا على الاقل يعني غريب. فعلى كل حال الفار مستمر يا الهواند في انه يثير الكثير من علامات التعجب، انه يبهرنا والله بيبهرنا فعلا وحياه ربنا صحيح حاجه فعلا كانت ملفته للنظر، لكن هنرجع نقول مباراه حلوه من حيث هنا الاداء من حيث الاهداف، ظهرنا بشكل اكيد مميز فنيا، لو هنتكلم نتكلم بقى شويه عن تفاصيل الاهداف يا كريم. احمد مودي طبعا لاعب المقاصه اتقدم لفريقه بهدف كانت ركله جزاء وبعدها اتعادل طبعا الاهلي تقريبا يعني في وقت قليل جدا، بهدف محمد شريف كانت راسيه اكثر من رائعه، صحيح. اللي يقول لك محمد شريف الراسيه عنده قول له اكثر من رائعه، تعال اتفرج امبارح على محمد شريف، واللي اضاف كمان الهدف الثاني في الدقيقه تحديدا 62 قبل ما يسجل بقى محمد دسوقي مدافع المقاصه الهدف الثالث ده اللي كان بالخطا طبعا في مرماه، واختتم بقى في قفشه الرباعيه الجميله من تسديده كانت في نص الملعب قطعه وبعدين تسديد على الجول، حاجه كانت بجد محترمه وامتعتنا كلنا، وكده نقدر نقول بقى رفع الاهلي رصيده ل 51 نقطة وتجميد رصيد مصر المقاصة عند النقطة هنا 37. طبعا هدف قفشة امبارح كان يتقال عليه انه هدف رايق بالمعنى الحرفي للكلمة، يعني طبعا سرعة رد فعل وسرعة بديهة وفي كسر من الثانية لمح ان في مسافة كبيرة بين حارس المرمى وبين مرمى، فطبعا كانت النتيجة انه يعني احرز هدف ولا اجمل ولا اروع.